داخلين عازمين وراغبين نحقق واحد النتيجه ايجابيه اللي نضمنوا بها التاهل بشكل نهائي. الحمد لله كما شفتوا بريمير ميطا ضغطنا على الخصم وقدرنا اننا نسجلوا ثلاثه اهداف اللي حسمنا به التاهل، وكنتسناو المقابله ديال غدا ديال سان داوز مع بيترو اتليتيكو. ان شاء الله الا كان شي نتيجه خايبه عندهم نمشيو نضربوا على الحظوظ ديالنا بريمير بلاص ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للمقابله اليوم، اول حاجه سواء كان مدرب وسواء ما كانش، كان اوبليجي اننا خصنا ناخذوا ثلاث نقاط اللي تاهل لنا اننا نتكاليفاو للدور الموالي. الحمد لله تاتات لنا. اليوم كنا عازمين اننا نحصلوا ثلاث نقاط، داكشي علاش لعبنا بواحد لوريتم اللي الكبير بزاف. اليوم شفنا نسو دو صابر اللي قدم لنا بزاف ديال لي كونسين اللي طبقناها اليوم، وان شاء الله مازال عندنا دورات ان شاء الله في الشامبيونه اللي غنركزوا اكثر على الاداء ديالنا. ان شاء الله نطوروا ونحاول نعاونوا المدرب باش نكونوا في مستوى.